السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مواقع مهمة جدا، تقدر تحمل منها فاميلي زي ما انت عايز، اغلبها مجاني. على سبيل المثال ال NPS National BIM Library، دي مكتبة كاملة جدا والفاميلي فيها حاجة محترمة جدا. يعني في بعض المواقع بيديك ان انت تعمل ابلود، فممكن اي حد يعمل ابلود لاي حاجة حتى لو فيها مشاكل. لا، هنا كل الفاميلي ما شاء الله عليها ستاندرد وحاجة كويسة. فده اول موقع، وبيمستور.co.uk ده الموقع القوي برضو اللي بتحمل منها فاميلي محترمة، بيكون فيها انفورميشن كويسة جدا. بعد كده بنلاقي موقع اسمه بيم اوبجكت، ده يعتبر الموقع البديل لبيم سيك، موقع خرافي يعني كمية الفاميلي فيه خرافية، واغلبها من الشركات. يعني في شركات عاملة فاميلي وبتبدأ ترفعها بحيث اللي عايز يشتغل بالمنتج بتاعها يقدر يحملها ويشتغل عليها. ده مثلا موقع اسمه مودلر، برضو فيه فاميلي كويس جدا، تقدر تعمل سيرش وتحمل من شركات. ده موقع 3D Library، ده برضو تلاقي فيه فاميلي كويس جدا. في موقع اسمه سبسفايد باي، فيه فاميلي كويس جدا، تقدر تعمل سيرش عليها وتحمل اللي انت عايزه. في موقع اسمه فاميليز، ده من المواقع القديمة وفيها تصنيف كويس جدا، تقدر تقول له مثلا عايز حاجات خاصة بالفاير فيبدأ يجيب لك حاجات خاصة بالفاير، عايز حاجات خاصة بالبايب أو تعمل سيرش على الحاجة اللي انت عايزها. موقع اسمه ريفيت سيتي، ده من أكبر مواقع اللي ممكن تلاقي فيها فاميلي، تقدر تعمل سيرش على الفاميلي اللي انت عايزها وتحملها على طول، بس لازم يكون عندك أكاونت، هو مجاني. ده برضو المواقع القوية أركات، تقدر تعمل سيرش على اي فاميلي وهتلاقي فيه كمية فاميلي قوية جدا اهوت، وتقدر تحمل اسبيكس زي ما انت عايز. ده موقع اسمه library smart bim، في موقع اسمه bim ethica، في bim catalog، هتلاقي الروابط كلها اسفل الفيديو. ده برضو من المواقع اللي فيها منظمة فشغل كويس. بيم بوكس برضو الموقع اللي تلاقي فيها فاميلي، بدل ما تبدأ بصفر تقدر تحمل فاميلي وتقدر تشتغل عليه. فدي من أهم المواقع، لو عندك أي موقع اكتبه في التعليقات وإن شاء الله نعمل له فيديو بحيث الناس بتعرف.